السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من قناة تركوازي. اليوم قررت أطلع البحر من العصر إلى الليل، صيد جلب، واليوم الثاني راح يكون صيد رياضي، يعني كل الرحلة إن شاء الله راح تكون تقريبا 24 ساعة. بعد ما شفت الجو قررت أني راح أبدأ بالترولينج اللي هو المجرور في العصر، وراح أستخدم مجرور ربالة. الله، بسم الله ما شاء الله. ايوه طيب الدين ما شاء الله تبارك الله. يلا بيع. قام دالش. اوه كان عد بدلت تاك تاك تاك. اطلع 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 اسهل. اللهم صل عليك ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله رجلك هذا راح تعور كذا. لا 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 نتعور شباب، لا نتعور. ارجع كان اسمع كلامي. ارجع ورا ارجع ورا ارجع. ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله الصلاة على النبي. شراك محترم ما شاء الله ما شاء الله. جاء الليل وبدا شغل الجلب، وبسم الله اول سحبه ما شاء الله تبارك الله. وهذه حبه صملق او احنا كمان نسميها ام عتيق. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اخونا حامد نازل بالقصبه هنا وحاط سردين بالقصبه، هذه اسمها شبث وبعضهم يسمونها قطي. سبحان الله السمكه هذه تشبه ابو عين. هذه السحبه الثانيه لد حامد ما شاء الله، شعور ابو عين هذه جات على طاريها ما شاء الله. يلا هات اللي بعده ما شاء الله تبارك الله، وسحبه ثالثه معايا ما شاء الله. لا 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 هذه السمكه شكلها تحبني. صملق ومتيق ما شاء الله تبارك الله. يلا الحمد لله. حامد بعد ما راحت منه سمكة كبيرة بالقصبة قال ابغى اسحب زي ابو نايف بالخيط، ويلا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. سمكة حلوة سحبة حلوة ما شاء الله. كثافة ما شاء الله. صملق ما شاء الله تبارك الله. الصراحة الجو مرة رهيب، وقلت ما تكمل الرحلة هذه الا بالطبخ في البحر، ويلا بسم الله نجهز العشاء. الساعة 3 الفجر، الشباب ناموا قدام وانا حنام هنا ان شاء الله، والصباح خير باذن الله. صباح الخير. اليوم الثاني في رحلتنا، طولنا شويه في النوم اليوم لكن الحمد لله لاحقين ان شاء الله على الصيد. التيار اليوم مره قوي، بنحاول نشتغل على الجيجنج في الخمسينات الستينات، نشتغل ترولينج ان شاء الله وبرضه كاستنج. فيلا خليكم معنا ان شاء الله ربنا يرزقنا بصيد طيب باذن الله. شفتاه كذا شكله شريف كذا ماشي على الرايد. طب هو شغال فاست جيجنج شريف شوفه، هنا شغال سلو جيجنج. يلا حلو. لا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الحجم حلو. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. يلا على بحر 81 ما شاء الله. ايه توينا هذه ولا ايه يا توينا توينا. الصلاة على النبي ما شاء الله توينا ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي الصلاة على النبي. يعطيك العافية حامد. الله يعافيك ابو نايف. ايش الشغل ذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تستاهل يا وحش. الله يسعدك وحش محمد. ارفع ارفع قصبتك. ايه توين؟ مش عارف شكله حاجة ميتة ديد بودي كده. مفيش وزن مفيش فايت. قوية ثقيلة شوفها. هلا في فايت ما شاء الله تبارك الله. يلا
الله. هذه ماكينة شيمانو أوشي جيجر. أوشي جيجر إف كاستم. الرأس 2000. الله الصلاة على النبي. صلاه على النبي. صلاة على النبي ده. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. صلاة على النبي. والله حجم فاخر ما شاء الله. ما شاء الله. هذا يبغى لك تطلع لفوق شيء. يلا يلا لا 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 لا. لا ترخي مرة لا ترخي. تكفى تروح محمد. ايش ضربت تحت ولا فوق؟ وسط. ضربت في الوسط كده. او لا فوق الارض ب 20 30 متر. يلا يلا. اي نوم نوم بس نوم لا تخلي ربك. لا تخلي خيط مرخي. تخسيت 20 كيلو كده. ايوه توين. توين؟ توين اي. والله؟ اي والله. والله توين محترم الصلاة على النبي. اسحب 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 خلاص لا تغلب. طالع معك السمكة معك الصلاة على النبي. استنى استنى طالع معك الصلاة على النبي. اعمل ايه طيب؟ لا خلاص خليه يسحب ما فيها. خليه يسحب صح؟ اه. ان شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي هو ذا اللي كنا ندور عليه من امس الليل. هو ذا ابن الذين. الصلاة هات الوجه هات الوجه تحتك. شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. شاء الله تبارك الله. شاء الله دم. الصلاة على النبي. شاء الله. شوف شوف شو سوت. شوف سوت. فتحة. فتحة أبوها. ما شاء الله تبارك الله. ارجع ورا شويه احنا قادرين نصورك كذا. ايوه الصلاه على النبي الصلاه على النبي خروف. الله الصلاه على النبي. وحش حامي حقبه شريفه يعني ان شاء الله. الله ينور. ما شاء الله حلو حلو يا جميل. هذه الأحجام اللي تخش التلاجة. أيوة يا عمي أنا ما أنا مالا. بسم الله. جامد ولا الجزر زاد؟ ها؟ تيار جامد ولا الجزر زاد؟ لا لا في تيار عنده؟ يلا الحمد لله. شقات استيس. أحلى شريفة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. والله هذا وحش. شغلت الكاميرا؟ أي. شغل الزر هذا. ما شاء الله ما شاء الله. واحنا شغلته واحنا بنلم. ها احنا بنلم سبحان الله بعد ما وقفنا سبحان الله. رجع بحر الله. آه. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عدل على وجهك. اي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الله ما شاء الله. ايش عندك يا وحش؟ ما شاء الله اللايت. الله اللايت يا اهل اللايت. يا احلى اللايت. ما شاء الله تبارك الله. الصلاه على النبي. ايش كنت تقول اليوم؟ انا والله ايش كنت تقول؟ والله ناجل وخلاص. ناجل. والله اليوم كان يقول انه بس ناقصنا واحد ناجل وخلاص. وكذا حلوه صارت التشكيله ما شاء الله. ايش الحلاوه هذه؟ ايش الحلاوه دي؟ ايش الحلاوه هذه؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا صيد الجلب على صيد الجيجينج. يعني لازم نرضي جميع الاطراف. طيب الحمد لله هذه نهايه حلقتنا اليوم. هذا ما شاء الله تبارك الله. صيد الجلب وعلى الجيجينج. لا تنسونا من دعمكم. اللايك، اشتراك في القناه، ما اوصيكم. ما تقصرون ان شاء الله دائما. نشوفكم ان شاء الله على خير في امان الله. مع السلامه.